وفاتي وزالة بجواز تمام عيل استغنائي عن الخبر وعن كسو جنّي كان وأخواتها هل كوحو كهذا لياه أفعاشني ناقص نمو وحلي راهدو أيان كسو شاقني اسمي غير رفعين أيان خبرنا ونصبين أيان أفعاش وحاكوبنا سدح يا طبان فعلي ويا هاينا طبان فعلي وحاكوبنا ناقص نمو وحنو جيدا تامنمو تامنمو وحلو جيدا فاعلين أي رفعيان خبرنا أي نبانين مرفوعة أي قادنا أي أن فاعل وي مركاسي اسم معها تامنمو سيدا أي اللو جيدا أرنقا سوى ذا مرك وغير وحيكو عطفنتاي وتقتصر خمسة الخمسة دا يكو عطفنتاي وغير ليس وفتيا وزالة سدح لها فعلي وحانا هين وحي خاص ليهين بجواز تمام تامنمة بناني ده تامنمة محلو جدا يل استغناء كافتو ميد عن الخبر خبر ايكا كافتو بان نحو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إن كان هدي الله له هدو حاصله ذو عسرة على نمام ذو صاحبه فسبحان الله حين تمسون حين وقتك تمسون أدقل بيسانيسان وحين وقتك تصبحون أدو أبريسانيسان خالدين فيها ما دامت السماوات ما دامت انت اي جوكتو السماوات سموينك اي ويختص وخاص لي هي ما عدا فتئة وزالة وليس سدح لها فعلي وحي كصوهر وحي خاص ليهين من افعال هذا الباب باب كافعاش سحالة يكمدهم بجواز استعماله استعمال كيس البناني دي تام من حال اي تام تهي لا استعماله ومعنى تمام تامن ماذا معنى هذا وحوي معنى هذا وحوي أي استغنية فعلية إنه مارمو بالمرفوع مرفوع إنه كم مارمو عن المنصوب منصوبنا وكم مارمو كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إيه وقال شاعر قبيا وحوير وبات وبات له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ إن جاءني وخبرته عن بني الأسود سلايوها قريبا وبات وصيحني ننكي ننبو كورمي وباتت وحا أصيحتي واللبر إذن له ننك ليلة الهبين هبينك وك ليلة ذي العائر ننقل دافقبو الأرمدي ولما إنها أي حنون يان هبينك سيوك هلي يعني وحولي هاي حالي معنا سيحنين أردنا نكاس قاعد إسكا هذا ليه شاعرك التجريد وحلا يراه دوس سمية ويسكب بحية يعني نفط هذا أنت القف كاري كديك تو أياد الله هذا لي ساسو كديه أما أتك هذا لي كوي حلي هاي نين كاسي نين كوكا هذا ليه أسكا أنا إسكو جيدة حلا وس وبريء وحنا أبري ذي هبين وس سيحنين يعني حلا موس سيحنين بوضع أو والله مذاها نين إندها أي حنون هاي حنون يان isla markaana qashin indhaha kaga jiro waxaas la indhaha xaruuraya ma seexanayo kaas oo kaloo la mid ah buu jeeda wabaata uu seexday uu bariyay wabaata waxa la bariday lahu ninka leeylatun habeen habeenka oo ka leeylati dil caayiri ki indhaha qoridaafka yaani caayir waxa weeye isha qoriga ku wareego qoriga isha ninku kaga jiray oo kale al armadi indhaha ay xanuunayeen maxalu sheeyka wabaata wabaata way uu seexdu u wada وما وحي فسرنا أن كفسرنا به ما تماما تامن ماذا وحا أن كفسرنا ومرفوع كفتوم منصوب ومباهنا سنة أن كفسرنا هو صحيح سنة صحيحة أوي وعن أكثر البسريين بسريين بذي قوضا وحا لغا شيئا أن معنى تمامها أفعاشا تامن ماذا إذا معنى هذا وحا وي دلالة تسن هذا على الحدث حدث أي تسن يو الزمان زمن حدث أي زمن أي تسن ويهرين زمن ما أي تسن جرين ساسو قوضا وكذلك الخلاف وخلاف كأيان لمدة في تسمية ما شيء مقعابي دي ينصبو الخبر خبر نسمينه يو سبب كاللوغو مقعابي ناقص ناقص والسكو خلاف سيهي لما محاسمية اللوغو مقعابي ناقص ناقص فعلى ما اخترناه سيدي آن دورني هدي آن خصو عنه سمية ناقص ناقص أيان لغو مقعابي لكونه أهانشه لم يكتفي مذا أن ماربي ننو يهي بالمرفوع مرفوع كما ماربيو وعلى قول الأكثرين بسرين كبه وضب بلان سنائي وضان هدي أن رعننا لأنه فعل سريع وحال قسيبي الدلالة تسين على الحدث حدث أوتسيو
وتجرد وحو أقاونا ذي للدلالة تصين على الزمان زمن كليو كتسين أي حدث كما تصين أي يرهدين. وصحيح الأول قول كهوري أيانا صحيح أهو فعل حدث كتسين أي زمن كتسين لكن مرفوع إيسان كف اللين منصوب أباهي هاي سنة أي ناقص لهم عربي. وكان وتقتص كان وحي خاص تهي بجواز زيادتها بناني ذا متوسطة حالة تامين لحظة كجرته نحو ما كان أحسن زيدا يعني وحولي هاي كان أحكام أي خاص لتها يروي نوشيه أحكام تأفر حكم واي كان زائد بين نقطة اسم جدا لحد في أيوة حلو جدا ها اسم إذا اسم جدا لسحد في كرا خبر كلا باقي يلي كرا كل جدا لحد في كرا اسم جدا خبر كلا باقي يلي كرا كان النون تي ذا لحد في كرا أفرت حكومة خاصة لتاي أفرت يبو رواي نوشيغو وزهر مريي كان الزائد نما إن لو استعماليه وحانا غالبا لبا أرمودو إسلازيما يي نحنعي ولبا فعل ماضي ما ينهاني لفظ هذا ماضي بو أهانيا ومضارع يا أمر يا لقمة زيادة كرير هذين قار أنا ولا زيادة كرير هذين وكان كان وحي خاص للنقطة بجواز زيادتها زيادة إذا بناني إذا متوسطة حالة يتعمل نحن كجرته نحو ما كان أحسن زيدا ما شيء وين با أحسن وناك بدي زيدا زيد كان له زيدو أي تريد كان ويسو أروري في العربية عربية نحدي وحيكسو أروري على ثلاثة أقسام سنة غيب ناقصة من ناقصة فتحتاج مركا وحيوبا هني إلى مرفوع ومنصوب نحو كان ربك غديرا وتامة تامة أنا والله استعمالا فتحتاج إلى مرفوع ييوبا هني دون منصوب منصوب باهن ميسو نحو إن كان ذو عسرة فنظرة إلى بيسر وأذكيها دينا صبري وزائدة زائدنا والله استعمال وزائدنا وين غوتا فلا تحتاج مركا وبهنا إلى مرفوع ولا منصوب مرفوع منصوب إنه وبهنا وشرط الزيادة يا زيادة هذا شرط يادنا أمران لما أرموضوي أحدها لما أرموض كميدا أن تكون وإن أيتهاي باللفظ الماضي ماضي اللفظي وإن أيتهاي مضارع يا أمر وإن أي النقري وثاني شرط قال أن تكون وإن أي نقطة بين شيئين لما شيء نحضر لبيت كسوان متلازمين ولبا استلازميه ليس أنا هين جارا ومجرورا جارا مجرورا أنا هين كقولك ما كان أحسن زيدا أسله وحوها ما أحسن زيدا فزيدت كان أي وحلق زيادية بين ما يفعل التعجب ما يفعل التعجب نحن الله أي الحلق زيادية ولا نعني ألم جدنا بزيادة الزيادة إذا ألم جدنا أنها إذا لا تدل على معنى معنى ما تصنيس البطة قرامبا وح معنى تصني ملي لو مجيدو بل توكيدا يتسنبا بل إنها لم يؤتل لولما إيمان بها كان ذلك السنادي إن وحلقو تيريو لولما إيمان ساسا لولجيلا وحذف النون مضارعها مضارع هذا النون تيسا حذف كذا أي خاص لتهي كان ذي بمضارع المجزوم لجزمية وصلا حالة وصلها إن لم يليها ساكن ولا ضمير نصب متصل يعني وحليه هاي كان حكم اللواذ أي زائد لطاي وحوي كان نون تيدا لحد فكر أي خاص لطاي كان نون تيدا لحد فكر بشروط ستة لح شرطي واسي لح دي أنسو مرين دي كو كان هذا هو أين مضارع تاي وأين مجزوم تاي سكون وإن لقو جزمية الضمير نسمة متصلة وإنو سكدن بينين ساكن وإنو سكدن بينين وإن الله وقفنين أن لقو جوكسنين سد اللي طلح ذا شرطي أي الله شرطي يا ساسو أجي ذا وحذف النون مضارعها وتقتص كان كان وحي خاصلتها بحذف النون مضارعها مضارع هذا النون تيسا حذف كذا مضارع المجزوم مضارعها وطوى شرطي مضارع المجزوم من شرطي لما دوي لجزمي وصلا حالة الوصل يا أيانا لجزمين يايو وصلا نواشرطي سد هذا وإن لو وقفين إن لم يليها هدوسا كحيقين وهي ساكن وساكن وينوسا كحيقين شرطي أفراد وهي ولا ضمير نصب متصل ضمير نصب متصل إلى وينوسا كحيقين وهي هاي هل شرطي بوقت تغيو المجزوم الصماها بالسكون وهي سكون لوجزبي حذف نوعين لوجزبين
تختص كان كان وحي خاصلة طيب أمور منها وحا كمي ذا مجوها إبات كذا زائدة وقد تقدم وصهر مري ومنها وحا كمي ذا الجواز حذف آخرها آخر كذا إلا حذفه وذلك حذف كان بخمسة شروط شن شرط بو هذا لح شرط بو إياه هل بكتغي وسكون وإن وجزمي وكتغي وهي شروط أسي أن تكون وإن أيتها كان ذا بلفظ المضارع كو وأن تكون وإن أيتها مجزومة مثل الجزمية لابو سكون وإن وجزمي أكدر والله تقول وإن ينهين موقوفا عليها مثل وقفي ولا متصلة مثل لحريرية بضمير النسب ضمير النسب وإن للحريرين ولا بساكن ساكن وإن للحريرين وذلك كقوله تعالى ولم أكو بغيا أسله وحوها أكون فعل غمرك بضار عيسى عادي أها بكو شيء أكون إذا لجزبني أكون بوها فحذفت الضمة ضمني ولا حذفي للجازم أكون نونتا قدال كذي ألا حذفي للجازم جازم كتقلع أي اللو حذفي لم أيا قشية وياي والواو وو دي نوال حذفي أكو وو دي ألا حذفي للساكنين للتقاء ساكنين لما ساكنوا كل بقى أي اللو حذفي أكون نونتا دي مركي الله ريبي وجازم كأو ريبي وو دي نوال ريبي التقاء ساكنين أنا عاي هي حرف العلة هي حرف الصحيح حدو التقاء ساكنين نحن نعو حرف العلة هي الحذفية مركا نون وودي ساسا اللو حذفي والنون أكون أي لغة صباح النون تبع اللو حذفي هذا للتخفيف فوضين أي اللو حذفي هذا كلا فوضين أيو وهذا الحذف حذف كان تخفيف كان اللو حذفي نون تلا حذفية جائز وبنيه والأولان اللي بدي حذفه ضمدي اللو حذفي ووقي اللو حذفي واجباني واجب يا هايين ولا يجوز الحذف حذف مبنانا في نحو لم يكن الذين كفروا وايو ساكنة كذب بيا ساكن من هدوك إلا لم يكن الذين أشك جرتا ألفتا وهبزة الوصل هدي واحد لغهر مريا ويدعي بقى يكون نون تيدور ريبا يو اللام تيدور ريبا اسكو صبحي إلا ألفت ويدع ريه نون تي على كسرين الله وصلي سلامت الله ورهيوه لم يكن الذين وياي ولا يجوز الحذف في نحو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لأجل اتصال ساكن ساكن أي وحو لحريرة بها يكون نونتا ذي أي لحريرة فهي النونتا مكسورة وألا كسرية لأجله ساكن كذلك تسالو كسرية وفهي النونتا متعاصية وحكو عاصدي على الحذف إلا حذف ويكو عاصد ما هذا عي لقوتها وحيكو حووودي بالحركة لو حركة ستا ما أنت مرة يبني حركة يكو حووودي ولا في النحو إن يكون هو فلن تسلط عليه هنا لما حذف كرو إن يكون هو ضمير النسبة متصلة كذا بيانون تسوماها لما حذف كرو لاتصال الضمير ضمير أي وحو لحريرة ضمير كي المنصوب إلا النسبية بها النونت والضمائر والضمائر تنا تريد الأشياء أشياء وحيو عليسا إلى أصولها أصل كيد ضميرنا كلمة أصل كيد وإنت بدن بوعليا بركة واحد حذف يو ساس وجيدا ولا في الموقوف عليها تي لو وقفيين لما حد فكره أو لم يكن هذه لو وقفي الود الجوك سدونون تلما حد فكره نص وحى عدي على ذلك سدا إلى نون تلما حد فكره هذه لو وقفي وحى عدي ابن خروف شيخ ابن خروف الذي هجي وهو سنع شيغنا حسن وشرط ونايسنوي لأن الحذف حذفك لأن الفعل فعل جده الموقوف عليه الود الاستاغي إذا دخله الحذف حذف هدوغ له حتى بقي على حرف واحد مسألة مهم روائن وكهضر لكن ولي أن نقارن وحولي هاي فعل وحاجة لا فعل مضارع انت اللي جزميه أما فعل أمر فعل دن أو هل حرف أكتشوه أي أجرة وعيكون ذكرت لفيف مفروق وحلا يرى هذا أجرة إن شاء الله صرف يومر كان تقنا وقال دورنا فعل هدو فائدة كجرية لامتنا كجرية فائدة كجرية حرف أخرى حرف العلا وو يأمد لامتنا وكجرية فعل يا مدار عيسى يفعل هدوك يمادو يفعل او عين تاي هوس دغنت هدوك يمادو حرف العله فاده هذا واو هد ولا حذف كو مثال ان كسيو سيادو فادو
وعد ما وحلو جاء محتل هدوية هي وسيدة وقاء أوكري وقاء مضارعه يقي ونقول وودي واحد فونتي يوقيب ونقول الله هاي وودي ولا حد في يقيب ونقول وعاء يعي هذا بقى فعل يعي يا ذا وحرف المضارع وزايد فعل أسل كيسي بحكة جوا عين تي يا ذا الدمبي لما لا حرف كجوا فعلي ويا هي أسوأ يعي لم جازم يجري لم يعيب نوده لم يعي لم يعي فعل يمحك جوا يا ذا إلا وزايد حرف المضارع ويا فعل كمد ما عيانا هين ويا هري وحكة جوا فعل عين كلي لم يعي عين تكلي كجوت لم يعي فعلي ياها أمر كدقبل هي لم تجازم الحذف حرف المضارع عدين حذف عين كليا سوهري عي ونغرا عي إلالي ويوفعل أمر هذا ما فعلي النوع عاسي هل حرف وكسوهري وأمر كسيرا كل نغضي أما لما حرف ومد زايدة كسوهري لما حرف ومد زايدة إلا هي إذا حرف المضارع عدين وزايدة وكسوهري هذا هو وقفصه وحواجبه ها وسكت لك وقفصه لازم وهي وقف بها السكت على الفعل المؤخر على الفعل المعل بحذف آخر كأعض من سأل وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعو ابن مالك أساس إلى هذا باب الوقف جزء قدم بآخر كي سواه باب الوقف مركو كهض ليه وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر فعل لغو إعلالي آخر كأول لغا حدفي مركا آذ وقفيني هاو سكتك وقفي وقل هاي كاعضي من سأل سيدا أعضي أوكالي وليس حتما في سوى ما كعي أو كيعي مجزوما فراعي ما رعو عي يعي أو جزمي سوحي آن أهين واجب بقى لكن لما نعوحي للمدة يعني وحيوجي إذا فعل يو هل حرف أكسو هاري هل كا حرف حرف زايد هل لجوغا بيوسل لجوغي مرك لو وقفنا هاو سكتي لو وقفنا لازم واحد ما قرد معنا لم يعي إنا ترى واجبة إيه إنا ترى أي واجبة إيه كل إنا لسوي استأكتو بلا يجوز هذا بس إذا ما كان مسألة وفهمته لم يكن لم يكن يا ذا حرف المضارع أو يا أنا فعلي بحكة جوجا كافتي النون تاك جوج لو ودي ولا حد في التقوى سكرين لو حد فيه نون يا كاف كلمة كجوان ها نون تي للتخفيف وحذف لم يكن نوضي فعلي ما هيك جوا كاف كلي هيك جوا كاف كلي سو كم جوا وقف في هذه الغرة ها هي فعلي هالحرف وخصو عليها وسكتنا القوة في سوى واجب جرتي وهذا ها وسكت أنت القوة فيني ما القوة في سد با نون تي سو سو علي سد اللي تخفيف وحذفتي والله ما يكون ما ده النون تي سو علي بها وسكت كلا دوري والله ما يعيب ما دي هذه سو علي سد بدي هي كتيرو يا ده الجازب بحذف لم يكن لكن نون تا جازم وسن حذفيني جازم كضم وحذفي نون تا لي تخفيف يا لو حذفي ارغا سو رواي انو كهض قاب كا سو رواه حدليا مركا فهمي واينه يوسيدو كو ادكاني ولا في الموقف عليها كلمه لو وقفينا لما فعلي لو وقفينا لغما دل جوكسن كرو اي وحن جيدا لما نون تا لغما حذفي كرو نص وها عديه على ذلك ارغا ابن خروف وهو سلا أوشيغان حسن وناقوي لأن الفعل فعلي الموقوف عليه دوشي سلقو استاغي إذا دخله الحذف حذف هدو قالو حتى بقي إلى أكهر على حرف واحد هل حرف إلى أكسو هري أو حرفين أما الله حرفه مد أزايد يهي أكسو هري وجب وحا واجب الوقف عليه إن لقود الاستاغو بهاي السكتي أبس كهذي سي إن لقود الاستاغو هذا ضبها وسكتي لو يغان كقولك هذا الكادي ويعيه ولم يعيه فلم يكن لفظي لم يكن بمنزلة فلم يكن ونون تلقى حد في واي بمنزلة لم يعي لم يعي ما شهدوا يا الله يعني وحوجة إذا حرف زايدة إيا فعلي هال حرفها كسوهري فالوقف جوكسي عليه دوشي لغو جوكسيدو بإعادة الحرف حرف سعلين تلقو جوكسيدو الذي حرف كان أها فيه دحني مد كسوغن أي أولى كون أكثر من اجتلاب حرف الحرف إلا سوجيتو حرف كو لم يكن واجه ربي أنجوي ها وسكت أنجري أنت كاني لأنه أنت سوء سعي لفعل غري ولا يقال لديه ما يلزم مثل
مثله كاس وكل واحد لازمي فين لم يعي أو لم يعي بيأذي ما له سعريه الله بده يكره بس سعريه تؤدي وحي جارسيني إلى إلغاء الجازمي ده جازم كي اللعب الهلية إلا لم تجازم يا هاي ده دي أدي سعري سو يأذى الجازم كي أحد فيه جازم كي أدبر كي عمل هليس بخلاف لم يكون سخلاصا فإن الجازم الجازم كي إنما اقتضاوح وطلبي حتى ضمت الضمائن وحذفه لا حثمون إنون تحذف كذا مو سند البين كما بينا سنة أنصو عبديني وحذفها وحدها وانت النباير أرقى اسكي جوجنو أرنو عصبه والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي.